حديقة اليابان، وبجد بيروح على اليابان تا يلاقي هدول دود الأز. لا كثير استوحت منه يعني. كثير بتتخيل، هي استوحت من كتاب حديد مش رسمات، الكتاب وعلى المواضيع المطروحة بقلب هيدا الكتاب. هلا بعصر اللي بنشوفها، وهلا هيدا هي رواية يعني منا كتاب للرسم اجمالا. ما كثير بنعرف روايات لكم، عملت لأليس وندرلاند، رسمت كتاب أليس وندرلاند، بس هي صورت لنا أليس حسب كيف هي بتشوفها، وصورت لنا شخصيات حسب هي كيف بتشوفهم، وهيدا اللي عملته بهيدا الكتاب. أنا بس من هالنقطة هلا لحاعطيك إياها تتصفحي وتتفرجي عليه وتعطيني رأيك، بس ليكي يعني ما أنت ما عم ترسمي الكاركتير، لا عم بتخليكي تاخذك يعني لنوع تاني من الخيال، يعني يمكن نحن لما بنتخيل شيء ما بنتخيله بهالطريقة، فحلو بالنسبة للكلمات اللي بيكتبها أليساندرو باريكو. هلا نحن أكيد حنتابعهم بمعرض الكتاب سالون دو ليفر اللي حيصير بآخر الشهر، وحنحضر التوقيع وحنعطيك تتفرج عليه. آخر موضوع عم برجع بقول لك لحتى أحكي عن السينما، رح نحكي لكم عن كل شيء بالنسبة لفيلم جديد هلا عم بيطلع مؤخرا بهوليوود بعنوان Beasts of the Southern Wild، وهو معمول على طريقة دوكيومنتري أو فيلم وثائقي أيضا. خلونا نحضر هالمشاهد ونرجع نعلي عنه. بهالروبورتاج أيضا بكان، هو من إخراج بن زايلند، وبيحكي هذا الفيلم عن حياة هاش بابي اللي هي بنت عمرها 6 سنين عايشة مع بيا، ما عندهم كثير إمكانيات مادية، وعم يجربوا يلاقوا طرق عديدة ليقدروا يفرحوا وينبسطوا بالحياة قد ما بيقدروا. ذكرني بفيلم تشبه كمان. إيه كيف الصراع بيصير بحياة صعبة، يعني مثل ما شفنا عايشين ما عندهم بيت، عايشين بالطبيعة بس مبسوطين، بتخليهم ينبسطوا ويفرحوا ويستلذوا. وقت كتبت المسرحية بنشوفه بالطبيعة، هذا ما حقه مصاري، فينا ننزل نتمشى ونشوف البحر وغروب الشمس ومنتفرج. بس نحن فيها لا بس انه انك تقوليها وهيك بلبنان ببيروت، انا برايي عنا احلى غروب شمس بالعالم كله. سبعينات وكل يوم هو حلو، بس اليوم اللي مضى عالم السينما هلا ببيروت فيكم تنزلوا من يومين بلشت الاسبوع تبع اختي بسينما صوفي المتروبوليس ببيروت، وفيكم تروحوا تحضروا افلام عديده منها تقدمت بمهرجان مخرج مات مش من زمان، وهلا عم يرجعوا يعرضوا له افلامه اللي كثير افانغارد، وكثير اذا بتحبوا هيك نوع من الافلام فيكم تنزلوا تكتشفوها بسينما صوفي. فانا بنصحكم بضلوا للنهار الخميس بيكون لما فنانين بيتعاملوا سوا بيقدروا يخلقوا شيء مبدع وجميل جدا مثل بهذا الكتاب. يعني غابيكا دوتخومير يلي مثل ما عم نشوف بهدول الصور دائما وبيحكي هذا الكتاب عن تاجر بفتح موضوع انه في فرق كبير بين شمال افريقيا وجنوب افريقيا، يعني ما فينا نقارن شمال افريقيا بجنوب افريقيا، ما جنوب افريقيا التمييز العنصري اللي كان بافريقيا لحديث الستينات. كل قصته على الفيسبوك انه بيحكي عن الاعترافات كانت مبتذل يعني بطريقه مخيفه، وهنري ميلر ثقافي مع فيسبوك. هلا شوفوا على اعلى عدد لايكات جبتي، انا بفضل ما اجيب ولا لايك اذا بدي اجيب لايك، بس ما جاوبت 180 لايك على هذا الستيتس. هذا الشيء مشابهه على بسبب اقرب لها من اهلها، اشخاص بيكونوا مش مفتاحين، بيكونوا معمرهم 15-16 سنة، بيكونوا مسحوا من أولادهم عبر فيسبوك. يعني إذا حدا عنده ولد عمره 12 سنة 13 سنة معنو ما لهم حق يعملوا فيسبوك، بس عم بيعملوا بيصير هذا موضوع عم بيعمل مشاكل كتير بكل العالم، ومن المؤسف إنه انتحرت هيدي المخلوقة، والمؤسف إنه حدا يقتل نفسه حتى الربيع خليها
هتوصل لهالمرحلة يعني ليش ما كان في حدا بيساعدها كيف تستعمل الفيسبوك؟ شيء ما حتى لو انت عندك ولادك على فيسبوك انه انا بدي اخدم هذا الموضوع. تفاعلوا العرب مع فيليكس على تدخل السياسة بهذا الانجاز العلمي الكبير يعني. انا ما بفصل لها يخبطوا بعضهم شيء ما ركز عليه هو انه كاتب بديبرشن البنت وكان عندها وقت تقعد لحالها جويا هو بعنوان انسومنيا. هي فنانة هي صبية عمرها بالعشرينات فرنسوية باريزيان عايشة بباريس. والحلو بجويا هوب انه هي اللي بتألف موسيقتها وهي اللي بتدق موسيقتها وهي اللي بتغنيها بنفس الوقت. خلونا نحضر هالفيديو ونرجع نحكي عن الموضوع. نوع الموسيقى فينا نصنفه بالالكترو بوب. هلا هيدي هون كانت دامو هي عم تعملها عم نشوف كيف بنفس الوقت عم بتدق على كذا آلة موسيقية عبر الكيبورد والسنتيتايزر والبيانو وعلى ثلاثة ميكرو. بكل ميكرو فيها تطلع صوت معين ونغمة معينة وكله بنفس الوقت. هلا رح نحضر مقطع من الالبوم تشوفوا اكثر النوع الموسيقى اللي بتالفها جاي. صورة عن فولي على البحر حلينا بس هي صورة لون ازرق مثل هون زرق تخيلوها هي الصورة اللي بعدها. هلا بنشوف وديع اللي بيطرحها ادوارد كوع بالشارع وبنشوف شو في بالبنايه اللي هو يعني من حتى ما نعرف بنشوفوا شيء جميل. محمد هذا مش سخيف يعني بس انه ليه عم خبرينا عنه هلا محمد؟ عم خبرتنا في معرض الجران بالي بفرنسا ومعظم المواقع الالكترونيه السقف كثير شهيق ومنه بالضروره كثير معروف من كل الناس. فانا كهوبر هلا بتحكي لي عن كتاب اليوم بعنوان سوا او سلك معناتها حديد باللغه العربيه اللي كتبه كاتب وموسيقي ورجل مسرح ايطالي اسمه اليساندرو باريكو. والرسمات بهذا الكتاب معمولين من ريبيكا دوتخومير اللي هي رسامه فنانه رسامه فرنسويه. هو كمان كاتب كتبه لأليساندرو باريكو ترجمت لعدة لغات. وعلى فكرة طالما انت بتحبه فيك تشوف انه رح يجي على لبنان تا يوم دي هيدا الكتاب الجديد اللي اصدروا ما حيكون في كمان خبكة دو خمار. هلا هيدا الكتاب تخبركم شوي اكتر عنه. اول شيء الصور يلي موجودين فيه كتير جميل جدا مثل بهيدا الكتاب يعني خبكة دو خمار يلي مثل ما عم نشوف بهدول الصور دايما. وبيحكي هيدا الكتاب عن تاجر اللي بيعمل حديد وكيف بتاخده لحديد اليابان وبجدي بيروح على اليابان تا يلاقي هدول دود الأز. لح يعني انت عم تقرأ كثير استوحت المطروحة بقلب هيدا الكتاب وهذا الكتاب مثل الكوميك بوكس اللي منشوفها. وهلأ هيدا هي رواية يعني منا كتاب للرسم اجمالي ما كثير بنعرف رواية خمار مثلا تقلبون عملي كتاب أليس واندولان. بس هي صورت لنا أليس حسب كيف هي بتشوفها وصورت لنا الشخصيات حسب هي كيف بتشوفهم وهذا اللي عملته بهذا الكتاب. أنا بس من شخصية العبراسه يعني بل في دور للإيماجينيشن تبع شخص الخيال تبع شخص ما بحب الكتاب اللي بكون فيه. هلا هذا الكتاب هلا حاعطيك اياه تتصفحي وتتفرج عليه وتعطيني رايك بس هيك يعني ما انت ما عم ترسم الكاركتير لا عم بتخليك تاخذك يعني لنوع ثاني من الخيال يعني يمكن نحن لما بنتخيل شيء ما بنتخيله بهالطريقه. فحلو نفوت بعالم الخيال بالنسبه للكلمات اللي بيكتبها اليساندرو باريكو. هلا نحن اكيد حنتابعهم بمعرض الكتاب سالون دو ليفر اللي حيصير باخر الشهر وحنحضر التوقيت وحنتفرج عليه. عم نرجع بوزلك لحتى نحكي عن السينما. رح نحضر فيديو رح يحكي لكم عن كل شيء بالنسبه لفيلم جديد هلا عم بيطلع مؤخرا بهوليوود بعنوان Beasts of the Southern Wild وهو معمول على طريقه دوكيومنتري او فيلم وثائقي ايضا. خلونا نحضر هالمشاهد ونرجع نعلي عنها. بعض الجوائز مثل ما سمعنا بهالروبورتاج ايضا بكان هو من اخراج بن زايلاند وبيحكي اللي هي بنت عمرها عايشة مع بيا ما عندهم كثير امكانيات مادية وعم جربوا يلاقوا طرق عديدة ليقدروا يفرحوا وينبسطوا بالحياة قد ما بيقدروا. ذكرني بفيلم صغيرة بتشبه ابنه والقصة كمان احلام تخليهم ينبسطوا ويفرحوا ويستلذوا بالحياة اللي بنشوفه بالطبيعة. هذا ما حقه مصاري فينا ننزل نتمشى ونشوف البحر وغروب الشمس وبندفع بس نحن فينا لا
وكل يوم حلو بس اليوم اللي مضبوط على شيماء خلاص يعني حلو السينما هلا بالبيروت فيكم تنزلون من يومين بلشت الاسبوع تبع اختي بسينما صوفي المتروبوليس ببيروت وفيكم تروحوا تحضروا افلام عديده منها تقدمت بمهرجان مخرج عملت مش من زمان وهلا عم يرجعوا يعرضوا له افلامه اللي كثير افانغارد وكثير اذا بتحبوا هيك نوع من الافلام فيكم تنزلوا تكتشفوها بسينما صوفي فانا بنصحكم بضلهم للنهار الخميس بيكون يمكن هو بكوما ويمكن